تدل على سلامة الكاتبة حنان مفيد فوزي اللي حصل لها حادثة بالعربية وما عرفتش تروح لحفل توقيع كتابها وهو كتاب إزاي، وحضر مكانها الأستاذ الكبير أستاذ مفيد فوزي. بنقول لها طبعا الحمد لله على السلامة وألف مبروك على إزاي. أصرت على أنه الحفلة تفضل ماشية زي ما هي، اللقاء يبقى زي ما هو. طلبت مني أن أنا أروح وأحضر، وحددت لي الساعات اللي أنا مفروض أكون موجود فيها من 5 لاستقبال الناس لغاية آخر حد يمشي. أنا لما قمت اتكلمت دلوقتي حسيت بأن أنا في موقف يمكن من أندر المواقف اللي اتحطت فيها في حياتي، ومش متعود. أنا متعود أن أنا أحضر وأتفرج عليها وهي تتكلم وبتقابل الناس وترد على الأسئلة، وفي نفس الوقت حيويتها وشخصيتها، كل المحاولات اللي حاولت أن أنا أخليها تنزل وتيجي بقت بالفشل. بالتأكيد الكتاب ده مش عارف أقولك إيه، يعني هي رؤى صاغتها بأسلوب سهل بسيط، ويكفي مثلا إن أقرأ لك حاجة كتباها في الآخر شديدة الطرافة، بتقول لك كن صديقا للبيئة وابتعد عن كل ما هو ملوث، كن صديقا للطبيعة وتجنب كل ما هو صناعي، كن صديقا للكون واستقبل إشاراته وتقبل أحكامه، ولا تلعب القمار مع الدنيا ولا تجعل الدنيا تلعب القمار معك علشان ما تبقاش قمار. ألف سلام على حنان، لأن حنان طبعا أديبة وصحفية ومعدة وكل حاجة في الدنيا، يعني الظاهر واضح أنها كلت عين يعني فتحسدت. حوارها شيق جدا، كتاباتها شيقة جدا، ساخرة جدا، بتعرف تقول الكلمة في مكانها، وده طبعا يعني بنت الوز عوام. طلعنا على حاجات احنا نفسنا نعرفها، يعني نفسنا ان احنا نطلع عليها وان احنا نعرفها، خاصة هي مهتمية جدا بالغيبيات وبعالم الفلك وعالم الأبراج والأحلام والحاجات دي كلها. بالنسبة للحاجات دي غامضة جدا، ولذلك أنا ببقى حريصة أن أقرأ هي كاتبة إيه، وصلت لإيه، الدنيا حواليا عاملة إزاي، ده عالم إحنا مش عايشينه، هي الوحيدة اللي عايشاه وبتنقله لينا عن طريق كتبها. عندها أسلوب ساخر، تحس إن أنت بتقرأه عارف اللي جاي إيه، لأن ده تفكيرك، فهي تحس إن هي بتخاطب كل واحد بيقرأ كتابها برغم إن إحنا مختلفين عن بعض، يعني ممكن إدراكك أنت للمعاني معينة غير إدراكي أنا ليها، لا هي تحس إن هي وحدت هذا الإدراك بين الناس، ودي حاجة صعبة إن حد يعملها. كاتبة هي حالة فريدة من الكتابة الساخرة الجادة، هي عندها رؤية مختلفة للمجتمع، عندها نقد ذاتي، نقد المجتمع، إبراز السلبيات في شكل ساخر لكن بناء. أعتقد أنها نتيجة أنها تربت في بيت ثقافي، فوالدها الأستاذ مفيد فوزي، والدتها الله يرحمها الأستاذة الراحلة الإذاعية الكبيرة أمال العمدة. المهرجانات المهمة اللي بتقام في مصر هو مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، واللي عملوا مؤتمر عشان يقولوا تفاصيل عن الدورة الجديدة. تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل أكتر عن مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية. فيلم اسمه ما تبقى، وهو فيلم مدته 6 دقايق و40 ثانية،
والمشاركة جت عن طريق انه كان في اعلان خاص بالمسابقة وانا قدمت في المهرجان وقبلت المسابقة الرسمية. دي اول تجربة اخراجية وانا لسه بدرس في اكاديمية فنون وتكنولوجيا السينما قسم اخراج، ودي اول تجربة وكانت بناء عن جهود ذاتية وكل الناس اللي كانت شغالة معايا متطوعين. يعني طبعا زي الدورتين اللي فاتوا في مسابقة الافلام الروائية الطويلة وفي مسابقة الافلام الروائية القصيرة، 12 فيلم روائي طويل من 11 دولة أوروبية، بالإضافة للفيلم المصري بتوقيت القاهرة للمخرج أمير رمسيس، وأربع أفلام مصرية قصيرة في من مجموع 16 فيلم روائي قصير في المسابقة الأفلام القصيرة. لجنة تحكيم من 7 أشخاص، منها 2 من الفنانين المصريين، الفنانة لبلبة والمخرجة الشابة هالة لطفي، وبرئاسة المخرج الفرنسي الكبير إيف بواسي. وحيكون إيف بواسي والفنانة لبلبة من الشخصيات أو هم الشخصيتين المكرمتين في هذه الدورة، وحنعرض لكل منهم 3 أفلام. أحب أشير في البداية لأن الدورة الأولى المهرجان لأصول السينما المصرية والأوروبية كانت بتركز على مسألة حرية التعبير، وبعدين عملنا ندوة كان موجود فيها الأستاذ بهاء طاهر، وكانت فيها ليلى علوي من الفنانين، وكان فيها مخرجين، وكان فيها عدد من السينمائيين، وطلعنا بيان بنأكد فيه على مسألة حرية التعبير في إطار الموجة السلفية اللي كانت سيدة مصر، وموضوع بتاع الطاهر الديني وجماعة الإخوان اللي حاولوا ان هم يسيطروا على عقول الناس، وانه لا انه كان في وقفة أساسية ومهمة لها علاقة بانه السينمائيين وان السينمائيون والمثقفون والكتاب والصحفيون في مصر لن يتنازلوا عن مسألة حرية التعبير. سميناها ليالي السينما المصرية، واعتقد انه تقليد كل سنة هنحاول نحافظ عليه، لانه السينما مش بس افلام الفن والتجريب، السينما جماهيرية وشعبية وفيها كل الابعاد، واهل الاقصر اعتقد هيرجعوا تاني يحبوا السينما، هم افتقدوها اكيد، ودلوقتي من سنة للتانية في افلام وفي مهرجاننا وفي مهرجان افريقي، واتمنى انه بعد سنة او اتنين صالات جديدة تتفتح في الاقصر، وتبقى دي بقى نحققنا حاجة لاهل البلد، وتكون يعني حاجة بقى مستمرة، برنامج على مدار السنة، الناس من حقها علينا ومن حقها على البلد كلها تبقى كده. انا الحقيقة مهتمة بمسألة الشباب. السنة اللي فاتت وزارة الشباب وافقت ان احنا يعني نجيب مهرجان، يجيب 100 شاب من الصعيد، وترعاهم وزارة الشباب يعني يركبوا قطار الشباب ويقيموا هناك، وبعدين عملنا لهم عروض سينما في قصر شباب الطود، وهو واحد الحقيقة من أكبر القصور في مصر كلها، هو بعيد عن مدينة الأقصر نفسها ب 16 كيلو. عملنا لهم 4 عروض سينمائية، وعملنا لهم ندوات، وكنت بديرة الندوات دي، ومعايا الأستاذة سحر الجمل الصحفية والناقدة.